كيف تقيم نضال عائلات المفقودين؟ أنا مناضل في حقوق الإنسان، مناضل فتي في عمري 30، لكن ترعرعت في تنظيم أمهات المفقودين، تعلمت منه النضال بالدفاع من أجل القضايا العادلة، وبعد ما ناضلت مع تنظيمات أمهات المفقودين هو اللي خلاني نتبنى عدة قضايا عادلة، سواء العدالة الاجتماعية، المساواة بين الفئات الاجتماعية، الحقوق الاجتماعية. وحقيقة أنا مناضل حقوق الإنسان، وين نجي نناضل مع أمهات المفقودين نرتاح كي نشوف المأساة ونشوف أمهات المفقودين هادو، وكأنهم هما سند لينا احنا كمناضلين من الاختطافات ومن تكرير الجرائم هذه اللي ارتكبت في حق أبنائهم وفي حق أزواجهم. نرتاح كي نجي نشارك معاهم في يوم نضالي كيما هكا، نرتاح. أنا نعتبرهم هما المدافعين تاعنا، هما المحاميين تاعنا، هما صمام الامال لينا احنا لعدم الاختطاف وتكرار المأساة هذه، ونشجعهم. انا نعتبرها اشرف قضية واعدل قضية بالنسبة لكل قضايا، سواء كانت حقوقية ولا اجتماعية. والله في الحقيقة في النضال هذا معروف في بلادنا، تقدر نقولوا سان اكزومبل لا جينيراسيون الجديدة. والتقييم هي في الحقيقة، أنا بالنسبة لي المشكل ماهوش في العمل تاع الجمعية، ولا هو المشكل الثاني شوية في المجتمع المدني وفي الأحزاب وحتى في المواطنين الجزائريين. يعني نظن بلي الناس ماهيش واعية بلي هذه القضية قضية وطنية، ماهيش قضية تاع الناس هادوما، لأن هاد النضال هذا كما كانوا يقولوا المختصين قبيلات، هاد النضال راح ربما ما نعاودوش نجوزوش جوزنا في التسعينات. النضال تاع هاد الناس راح يلحق ربما الاجيال اللي جايه ما تعيش وش عاش جيل تاع التسعينات. ولهذا يعني انا باش نبروفيتي نتكلم ككيس سيتيني، لازم ناكدوا كما كانوا يتكلموا قبيله الجماعه، لازم نتصلوا، تتصل الجمعيه، تتصل بالمجتمع المدني باش دير سونسيبيليزاسيون مع المواطنين، مع الجيل الجديد هذا اللي طالع، ومع الاحزاب اللي نقدروا نسموها احزاب، ما قعدوش بزاف على كل حال. انا شخصيا ارى انه ليس فقط نضال في ظل النظام الجزائري ما يقوم به عائلات المخطوفين، هي مقاومه، لان الظروف التي يناضلون فيها هي ظروف غير ملائمه للنضال. عندما نشوف هذه عائلات المخطوفين، امهاتهم رغم كبر السن، رغم المرض، رغم القمع الذي يمارس عليهم، ولكنهم يتحدوا كل هذه الظروف القاسية ويواصلوا النضال تاعهم ويواصلوا المقاومة تاعهم. أقول أنها كما قال في ملتقى المكرم لعائلات وأمهات المفقودين اللي قالها الأستاذ مصطفى بوششي، بأنهن شرف للجزائر، لأن ما يقوم اليوم به هذه الأمهات فهم يعتبرون اليوم حقيقة رمز للنضال ورمز للمقاومة من أجل الحقيقة والعدالة ومن أجل حقوق الإنسان. ليس فقط هو نضال من أجل حقوقهم أو معرفة حقيقة أبنائهم، وإنما هي نضال من أجل جزائر المصالحة الحقيقية، من أجل الشباب الجزائري، ومن أجل كشف الغطاء والمصالحة مع التاريخ ومعرفة الحقيقة. أتمنى أنه يجي يوم بأن هذه الأمهات التي لا يطالبن إلا فقط بالعدالة، فهم لا يرغبون لا في إغراءات، لا في أموال، لا في مسؤوليات، وإنما يريدون فقط معرفة العدالة. فهنا المناضل الحقيقي والمجتمع المدني الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان سيحسون ويحسون بما تحس به هذه العائلات. نضال شريف، نضال لازم تقوم به المناضلات بالأخص نتاع المنظمة تاع سواس ديسباري، ونضال لازم نقوم به كل المناضلين والمناضلات اللي في هذه البلاد في الجزائر، تناضل من أجل الحق ودولة القانون والديمقراطية، نضال من أجل الحقيقة.
بالعداله اللي تناضلوا عليه انتوما في هذه المنظمه، هو لازم يكون نضال كل الجزائريين على الاخص الناس المناضلين في الاحزاب في النقابات في الجمعيات اللي تقول باللي تناضل من اجل دوله قانون. اذا الحق لن يعطى لهذه السيدات والامهات والزوجات في النضال اللي راهم قايمين به، الى ما طونك ما بانتش الحقيقه وطونك ما نتكلمتش العداله، موش ممكن نقولوا باللي في هذه البلاد فيه حريه وفيه ديمقراطيه. التقييم هو صراحه فيه نقائص بطبيعه الحال في النضال في كل النضالات، ولكن نحيي بقوه وبشده وان ونركز على الاحترام الدائم للنضال نتاع الناس نتاع سواز ديسبارو، اللي هو شرف بطبيعه الحال ليكم، شرف لنا، شرف لهذا البلاد، ولكن كذلك اللي يفرض علينا احنا المناضلين ان ندوموا في الميدان، لان العبره راهي تعطى من طرف ننجم نقول جداتنا، الجدات نتاعنا. اذا الى الجدات نتاعنا وامهاتنا يعطونا المثال ويروحوا يناضلوا في الميدان امام الشرطه وامام الدرك والى اخره وما يخافوش من هذا الشيء، احنا ما لازمش نخافوا، احنا لازم نكونوا معاهم ولازم نكونوا اولى منهم في الميدان حتى في هذه القضيه، قضيه المختطفين. لازم يغيروا النظام كامل، النظام كامل يغيروه باش تبان الحقيقة، باش يطرحوا ملف المفقودين. شوفي احنا حقيقة في حزب جيل جديد احنا كنا تكلمنا وعدنا سنوات احنا نتكلموا ان الحل الوحيد في الجزائر هو تغيير النظام، لازم يروحوا، ما كاش حل واحد اخر، ما نقدوش نكملوا نناضلوا مع هذا النظام باش نجيبوا حقوقنا. هذا النظام ما يعطيكش حق، ما يعطيكش حق، هذا النظام لازم يرحل باش نبداو نخمو نجيبو حقوقنا، هاوليك باش نقدروا نخدموا ونخمو على مستقبلنا. مع هذا النظام ما كاش حل. كلمة تشجيع العائلات اقولها واعودها بان هما الرمز للنضال، عندما تشوف هذه العائلات وما يقومون به هما يشجعوننا كشباب جزائري لمواصلة النضال. أنا أقول لهم بأننا نحن هنا استمدنا كل الشجاعة من عندكم أنتم الأمهات اللواتي يناضلن يوميا في الميدان، فكل احتراماتي لهم، ونحن سنناضل ونساند ونتضامن معهن، فهي قضية نبيلة، قضية عادلة، فهو شرف كبير لهذه الأمهات أنهم ما زالهم يقاومون ويناضلون من أجل العدالة الاجتماعية. انا جزائري من الجنوب، انا من ورك العيب، يعني اليوم جيتنا من الجنوب وشاركتنا. ايه توجور نشارك مع امهات المفقودين. انا كن عندي مشاكل بالسمانه اللي فاتت، بالك كنت على وشكني باش ندخل السجن في قضيه ما تم طاج مؤخرا من النظام عام. الشيء الوحيد اللي نقدر نصبر به الوالده هو الفيديوهات هذه تاع امهات المفقودين، صار ايه ان هي ما على بلاش، والله غير صح مانيش بحال يسموه، وكانه هما نظامهم هذا هو اللي راه يعطينا نيسبوار باش نناضلوا ونواجهوا الاداره والنظام بدون خوف انها تتكرر المأساة هذيك. لكن فئات الاخرى الاجتماعيه سواء كانت احزاب سياسيه ولا حركات اجتماعيه ولا فاهمين القضيه، لكن خاذلين التنظيم هذا، مما يوحي ان التنظيمات هذه وكانه رجل داخل مع النظام ورجل برا ما يمشي يواجه في مواجهه حقيقيه للاداره. Il faut pas perdre espoir. Qui me قال dans une chanson tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et c'est vrai. Et toute personne qui a fait du mal, qui me dit qu'il y a de la vie, exactement. Qui me dit qu'il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. بعد ما حضرتي وسمعتيهم واحدة بواحدة تقدري غدوة من غدوة تناضلي معهم، توقفي معهم، تسانديهم؟ Bien sûr, avec plaisir. Je serai à côté d'eux et d'elles parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes.
C'est ce que j'ai remarqué, beaucoup de mamans, et ça fait de la peine. On en a même la chair de poule. Merci à Texaha, je suis allé au dol maana. De rien. Doumou, 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 ou le kounou maakoum, ou hatta m'en batkoum, ou hatta m'en batkoum, y kounou nes ravdin rkadiyitkoum, l'inna kadiyitna gaki marana. Et ou yatekoum saha, ou yatekoum saha, ou vraiment yatekoum saha. واش نقول لهم التنظيم المفقودين احنا رانا نعانوا احنا مشكلنا جزائريين الشعب الجزائري كل مشكلنا ان نعانوا من فساد سياسي للمنظومة السياسية هو اللي جعل الفساد الاخلاقي والفساد الاجتماعي والفساد المالي ولا صلاح للبلد هذه الا بزوال النظام هذا ويكون نظام يحترم كل الحقوق كل الفئات الاجتماعية ويسلم كل الحقوق وما نظنش انه كاين قضية انه تعاود لدي القضية الوحيدة اللي ممكن توصل النظام هذا الرحيل وكشف المجرمين مع هذا قضية أمهات المفقودين هذه قضية الوحيدة اللي ممكن يتجند كل وراء الشعب الجزائري وكل التنظيمات وكل الاجتماعات هي اللي تكون الخلاص الوحيد لكل مشاكلنا الاجتماعية ممكن هذه نظرة بالك ما يشوفهاش واحد لكن أنا كمناضل وما نيش تبع الجمعية هذه وما عنديش مخطوف النظام مع التنظيم مع أسواس دوس باري والانتصار القضية تحمو وانتصار كل مشاكل تاعنا وكل قضايانا الاجتماعية هما لا يشجعوا فينا مش احنا لا نشجعوا فيهم ماخاش كي تشوفهم هكذايا سنوات وسنوات وهما يناضلوا قلت لك الناس نساء كبار ومراض وكذا كي تشوف قلت لك هما لا يمدوا ليكزومبل ماشي احنا يمدوا الامل هما اللي يمدوا لنا الامل بلي ربما نقدروا يعطيك الصحه شكرا يعطيك الصحه